نيمار يرجع للخلف مباشرة مع فابريغاس وصل لتشافي تشافي بوسكيتس انيستا موجود على الجهة اليسرى توصل لجوردي ألبا جوردي ألبا ناحية انيستا خايفين عناصر ريال مدريد خايفين لأنه في قرارة أنفسهم يقولون التعادل خير من الخسارة أمام فريق برشلونة لأن يبقي الفارق بيننا أربع نقاط ليس إلا بيكي يوصل مباشرة لتشافي تشافي لعب لنيمار نيمار عليه فابريغاس طبعا داني ألفيش سرعة ميسي ميسي كرة صعبة هيدا ممتازة جول 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 فعل أندريس إنييستا فعل أندريس إنييستا بيسرع توغل يلعب التمريرة من ميسي عندما يستلم ميسي ويتوغل ويمرر إنييستا في المكان المناسب خرج خلف المدافعين استلم وسدد في الزاوية التسعين هدف مقابل صفر للبارسا بعد ست دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة يا له من بارسا ويا له من هدف ويا له من بداية في سانتياغو برنابيو حزين الآن سانتياغو برنابيو كله ساكت إلا من خلال 2000 مناصر كاتالوني موجودين في مدرجات الملعب الآن أنصار الريال يصفقون لفريقهم مرت فقط 7 دقائق يقولون يصفقون لفريقهم شعلت المباراة شعلت منذ بدايتها يا له من كرة من ميسي ميسي على فكرة ولا مرة في مواجهاته للريال لم يكن أنخل ديماريا أحسن عنصر في الريال هيلة من ديماريا يغير تماما على الجنوب وسط كارفاخال يوصل على جارد بيل طبعا مودريتش فوق عددي واضح لعناصر البارسا وكأن الريال يلعب ب9 لاعبين والبارسا ب12 كرة من هناك رجعت لجارد بيل مرة ثانية يوقف الكرة يوصلها مباشرة لأنخل ديماريا ديماريا طبعا رونالدو بابا جول كريم بنزيما يعدل النتيجة للرال ملعب سانتياغو برنابيو يهتز هدف التعادل للرال يا له من هدف كريم بنزيما ينقذ راسه ينقذ الرال يعدل النتيجة ويشعل مدرجات سانتياغو برنابيو يا فالديس لمست هذه الكرة ودخلت لمست هذه الكرة وزارت شباكك الراسية بالراس يا فالديس خطأ فادح كانت باتجاهك يا فالديس دي ماريا أحسن عنصر في الريال بنزيما يسجل هدف التعادل كريم بنزيما يعدل النتيجة ويسجل هدف 16 له هذا الموسم مع فريق ريال مدريد يا له من كرة ويا له من هدف ويا له من مباراة لحد الآن بعد مرور 20 دقيقة لعب ريال مدريد هدف الكرة لم تصل التغطية من بيبي شعلت المباراة شعلت أو مشتعلة منذ بدايتها خلينا نقول كانت بيت في وسط الميدان مباشرة ناحية لوكا مودريتش لوكا مودريتش منطلق طبعا دي ماريا وكذلك مارسيلو دي ماريا يرجع لوكا مودريتش مارسيلو انطلق مارسيلو دي ماريا كرة صعبة للريال أنخل دي ماريا بابا جول جول يا أنخل يا دي ماريا الآن يمكنك أن تموت بعد أن تمكنت من إعطاء هدفين لفريقك هدفان مقابل هدف واحد زلزال في سانتياغو برنابيو زلزال لأن الريال سجل هدفين وزلزال لأن الريال سجل على البارسا وزلزال لأن الريال عاد من بعيد لم يفهموا شيئا عشاق الريال لم يفهموا ماذا الذي حدث لفريقهم في الخمس دقائق الأولى ولم يفهموا ماذا الذي يحدث في ظرف 20 دقيقة لعب يا لها من مباراة أنا محظوظ جدا بما يحدث في هذه المباراة في سانتياغو محظوظون جدا أيضا عشاق الكرة مشاهدين على بين سبورتس بهذه الروعة في الأداء وهذه المباراة وهذا الهدف الثاني من كريم بنزيما استلم برجله وسدد باليمنى هدف ثاني للريال الهدف رقم 7 8 17 لكريم بنزيما مع ريال مدريد الريال متفوق على البارسا بهدفين هدف واحد في ظرف 25 دقيقة لعب يجب أن نعود إلى الزمان لكي نتذكر أو لكي نذكر بأن أمرا مثل هذا حدث وأن شاهدنا في الكلاسيكو 3 أهداف في ظرف 5 كرة في التماس كرة مباشرة لنيمار نيمار في الوسط يوصل لميسي ميسي يلعب مع تشافي تشافي ينطلق عن طريق جوردي ألبا وسط إنييستا إنييستا وجوردي ألبا إنييستا عنده الكرة يوصل لجوردي ألبا جوردي ألبا إنييستا مرة ثانية بعاد عن منطقة عملية عناصر فريق برشلونة الكرة تمشي هكذا بالعرض ليو ميسي رجعت مرة ثانية ليو ميسي ميسي أوبا با 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 ميسي أوبا با 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 جول جول
انت غريب وعجيب يا ميسي، انت من كوكب اخر يا ميسي، الحظ معك، انت فنان معركة فوق ارضية الميدان. بعد هدف التعادل من ميسي، قلت لكم في البداية بان ميسي في المواعيد الكروية الكبيرة هو ميسي ميسي ميسي. استلم راوغ مرر واستلم، عادت إليه الكرة رغم أنها لم تكن مقصودة أن تذهب إليه. لعبة كروية عجيبة من ميسي، أنت ساحر يا ميسي، كيف وصلتك الكرة في نهاية المطاف بعد أن كانت عندك ثم عادت إليك وسجلت هدف التعادل؟ ميسي يسجل هدف التعادل لبرشلونة، هدف عجيب وغريب. مثلك يا ميسي أنت عجيب وغريب، فعلا عجيب وغريب. أنا متسرع لمعرفة هذا الذي حدث وكيف استلمها ميسي، كيف راوغ وكيف مرر وكيف عادت إليه وكيف سجل. حتى المخرج فاتته كل اللقطات بسرعة فائقة. ها هو الذي حدث بين بيبي وفابريكاس، المعركة التي انتهت بعد ذلك في ثواني. ميسي راوغ، ميسي مرر، نيمار رجع لميسي، ميسي استلم، ميسي سدد أمام 4-5 لاعبين. لعبة تمت في ثانيتين فقط. ليو ميسي يعدل للبارسا هدفا لمثلهما. قبل حين عندما سجل البارسا هدف الأول قلت لكم بأن الريال لا يموت. عندما عاد وسجل الريال هدفين، البارسا 14 هدف في سنة 2014، 12 هدف في 21 مباراة كلاسيكية. الرونالدو سجل 4 أهداف في الدوري على البارسا. هل هو موعدك الآن؟ رونالدو وفيكتور فالديس. رونالدو، جول 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 جول. كريستيانو والثالث للريال. يا له من أجواء، رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد. يا له من مهرجان ويا له من مباراة. 3-2 صارت النتيجة للريال. جول 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 الثالث لريال مدريد. رونالدو يمنح التفوق للريال. غريب انها تسجل 4 اهداف وانت لا تسجل يا رونالدو. صارت 5 وانت لا تسجل يا رونالدو، لان رونالدو صار برصيده الان في مجموع الاهداف 27 هدف سجلها هذا الموسم، الهدف 15 في سنة 2014. صارت النتيجة 3-2. الامر لن يتوقف عند هذا الحد، لاننا فقط مشاهدي الافاضل في 10 دقائق من عمر المباراة. كيف لا يحرص عشاق البارسا والريال وعشاق الكرة العالمية على حضور هذه المباراة ومتابعتها هي امام الريال يضرب يا ضربة جزاء؟ لانه لا يمكن تصور رونالدو او ميسي يضيع ضربة جزاء في مواجهة كلاسيكية امام الريال. ميسي ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز، ويسجل براحة ميسي. جول جول. انا تعبت من التعليق، والبارسا والريال لم يتعبوا من هذا الاداء. البارسا والريال لم يتعبوا من هذا الاداء ولم يتعبوا من امتاعنا بالاهداف الكثيرة. الواحد تلو الاخر صاروا 6، 3 للبارسا و3 للريال. ميسي في المواعيد الكبرى حاضر. ميسي يمرر وميسي يسجل. راموس يطرد والخروج الان، ودخول فاران وخروج كريم بنزيما. نعم بسرعة فائقة يدخل فاران بعدما طرد اللاعب كريم بنزيما. التغيير الاول لتسجيل هدفه 19 هذا الموسم. حطم رقم راول، حطم رقم دي ستيفانو وسانشيز، حطم رقم باولو الكانتارا. ليو ميسي، ليو ميسي وديغو لوبيز. الخمس دقائق الأخيرة. ميسي 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 ميسي. الرابع لبرشلونة أمام الريال في سانتياغو برنابيو بمدريد. صارت النتيجة 4-3. صار الفارق نقطة واحدة بين الريال وبرشلونة. سانتياغو برنابيو ينفجر ضد الحكم. سانتياغو برنابيو سيناريو لم يتوقعه تماما هذا الذي يحدث. 4-3 الريال يلعبون ضد البارسا ويلعبون امام الحكم. الكل ظاهر بالحكم، يحتجون عليه، ما زالوا يحتجون على حكم المباراة، على قساوته ام على ماذا؟ تشابي الونسو يتلقى البطاقة الصفراء مرة اخرى. وتغيير اخر، ايسكو راح ياخذ مكان انخل دي ماريا. نعم في اللحظات الاخيرة من اجل تعديل النتيجة قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.